Buralarda stomatoloji. Hani o inşallah rahmet dediğimiz bak hemodinamik sistem. Karayı çekim زين يعني قلبتم في محاضرات سابقة بالكتاب؟ إيه أنا نظري أنا أعطيك نظري شوية تكونون أورينتد حتى نحكي عن اليوم يعني شوية أكو نظري كثير شوية كثير بس هو الموضوع سهل عموما فأول شيء أنا بخدي على السلايدات وأحكي شوية نظري شوية عملي وهي ديسكشن انفولد بال أول سلايد هنا اللي هو الكونجشن أخذت بالمحاضرة إيش معناته الكونجستد بلوك ديسل أكو حد يعني هنا تعالى احتقان بال احتقان بالأوعية الدموية يعني... إيه وهذا الصدق أعتبره بالبين لأن أكو شيء اسمه هايبرينيا اللي هي هم أكو بلوك ستيسز لكن وين؟ فالكونجشن عادة يكون it's a passive process بينما الهايبرينيا it's an active process وين أخذنا هايبرينيا؟ بالإنفلاميشن بينما الكونجشن عادة يصير stasis of blood in the venous part of the vessel فغادي يصير عندنا اللي قلناهم احنا نعرف انه البلد within the veins is less oxygenated فبالتالي راح يكون red blue فيطلع عندك تشنو سيانوز the blue rather than it's red لانه بالهايبرينيا راح يكون red فنحن اليوم موضوعنا عن الكونجشن اللي هو الاكزامبل علينه بالليفر وليش يصير عندنا هيباتيك كونجشن؟ عندنا الرايت سايد هارت فيلر الرايت بورشن اوف ذا هارت فيل تو بومب بلد فبالتالي البلد راح يرجع على الفينوس سيركوليشن لانه هم عم يتعامل مع رايت سايد فالبلد راح يرجع على الفينوس سيركوليشن فكل الاورجان اللي سبلايد باي يعني تعمل دريج للهارت راح يصير فيها كونجستد بلد فالاكزامبل اللي خليناه هو الليفر الليفر ايش راح يكون عندنا؟ بالليفر الجروس بيكتشر احنا من السبب تفقيد الجروس اللي بنشوفه بعيننا والمايكروسكوبيك اللي هو اندر ذا مايكروسكوب افتر ذا بريبريشن اوف ذا سلايد فنحن احنا سكشن اوف ذا ليفر انت هلا ما راح تشوفون البيج ليفر هذا بارت قصيناه للليفر زين وطلع عندنا هذا السكشن فبالجروس اكزامينيشن انا ايش راح اشوف واكتب كومنت بالجروس فيتشر فايش اقول لك ذس از ان اكزامبل اوف ا نات ميج ليفر شنو النات ميج ليفر هذا ما برين هذه الجزء الطيب عملوا له كاب سكشن فيطلع السكشن مال الليفر يشبه هذا النات ميج ليفر Seen with chronic passive congestion of the liver, note the dark red congested regions that represent accumulation of RBCs in the centrilobular region. The natural nutmeg is to the right. Diagnosis is chronic passive congestion of the liver. When هو الفيتشرز هذه اللي أشوفوها ال redness هذه هي الcongestion. والpink هي ال area اللي هي not contain a congested blood vessel. إحنا عادة الليفر يكون بينو زون. الهيستولوجي نرجع نحكي يعني من البدايه احنا عاده يكون هيكساجونال اللي زين فعندنا هون السنترال فين وهون البورتالز هذا المكان اللي هي سنترال فين راح يصير اراوند الكونجستد بلاد فيسل وهذول ان بتوين ايش من هذول الميكاروسايتس فالريد اريا اللي هي راح تكون كونجستد بلاد فيسل والتيل اللي هي راح تكون الهيباتوسايتس اوكي فينطينا هاي الفيتشرز مال النوت نيك ليفر اوكي هاي بتصير بالهارت فيلر فانت من يجيك من السلايد خلينا نقول فكل بيشنت بريزنتد ويز رايت سايد هارت فيلر كروس سكشن اوف ذا ليفر سين هير ديسكرايب اند دايجنوز فانت من الديسكربشن شنو راح تقولون اكو الدايجنوزس هو نوت نيك ليفر بعد كرونيك باسيف كونجيشن ولكن الديسكريبشن اكو ريجنز اراوند ذا سنترال فين اللي هو هون هذا سنترال فين هون هذا سنترال فين راح يكون عندنا كونجستد بلاد فيسلز الترنيتنج وذ تيل اريا هذا هي الجنرال ديسكريبشن مال النوت ميج ليفر او الكرونيك باسيف كونجيشن اوف ذا ليفر نجي على مايكروسكوبيكلي نفس اللي حكينا عنه هذا اللي سنترال فين وهوني إنتهى هذولي the congested blood vessels around the central vein. In between هذولي اللي هي الهيباتوسايتس. أوكي؟
So microscopically, the nutmeg pattern resulted from congestion around the central glands are seen here. This is usually due to right sided heart failure, they were diagnosed with chronic passive congestion of the liver. And another example for the congestion is the lung. احنا اللنج histologically normally من ايش تتكون؟ من الالفيولاي، والالفيولاي ايش لازم تكون؟ empty ما بينها غير الاير، فهي normally راح تكون بهالشكل. يعني empty spaces، لكن اللي يصير عندنا right sided heart failure او left sided heart failure زين راح يكون انه congested blood vessels. هذا الكونجشن وين عيصير؟ عيصير within the alveolar wall. Dilation of the blood vessels. وبالتالي عيصير ان يعني ال blood and the fluid pass into the alveolar space. لانه ال alveolar space المفروض empty فايش راح يصير؟ راح يصير عندنا stimulation for the macrophage to engulf these blood and fluid فراح يطلع عندنا الهيموسيدرين الماكروفاج. الماكروفاج ايش اللي نعرفه؟ تكون لارج مثل هذا السيبيتال ماكروفاج. لارج سيل شوفوا بينما هذا ليوكوسايت. شوفوا الفرق بالحجم؟ هذه ماكروفاج، هذه النيوكليس مالتها تكون فيزيكيولار، يعني شنو فيزيكيولار؟ تكون بيل. والسيتوبلازم فيلد وذ براونش جرانيولار ماتيريال اللي هو هيموسيدرين، فبالتالي هيموسيدرين نيجر ماكروفاج. Common in congestion of dilated capillaries and leakage of blood into the alveolar spaces increases hemoglobin and macrophage action. Here is the diagnosis of pulmonary congestion. عادة من pulmonary congestion when it's on the right side of left side. Left side. Left side. نحن عندنا البلد عادة شلون يكون؟ يكون المفروض liquid. ما بينه أي thrombus formation. من راح يصير عندنا changes سواء بالblood flow أو بالcoagulability أو endothelial injury راح يصير عندنا formation of blood clot اللي هي يسمونها الثرومباي. من إيش تتكون الثرومباي؟ فايبرين و RBC و IBC. زين؟ هاي الثرومباي الأوريجين مالتها على الصيف of the thrombus formation راح تكون attached to the endothelium فبالتالي localized to the area that where it's formed. لكن when it is detached from the origin راح تتحول من thrombi إلى embolus. اوكي؟ فنحن عندنا example of neural thrombi of the heart. طبعا انتم ايش تشوفون؟ هذا الهارت مفتوح. الانسان هذا cross section of the heart فتحونه بالاوتوبسي. ايش لقوا؟ لقوا هذه الثرومبس فورميشن تشوفون هاي الدار. نورمال المفروض ما يتخثر الدم وذن ذهات. ليش؟ لانه هو فلوينج. ما اكو اني ديستربنس اوف ذا بلد. لكن هون راح صار عندنا فورميشن اوف ذا ثرومبس فورميشن اوف بلد كلوت ثرومبس ان ذا انر وول اوف ذا هارت. فذا دايجنوزس از نيورال ثرومباي. نيورال يعني وذن ذا وول. بنقول ترانس نيورال يعني ثرو اول ذا وول. هسه تاخذوه بالام اي. بينما النيورال هي related to the wall فهون يكون in the inner part of the heart. اوكي فهذه الدايجنوزز از نيورال ثرومباي. وات ايفر ذا كوز اللي ادى الى الستيسيس اوف بلاد ويذن ذا هارت. هارت فيلر، مايوكارديال انفاكشن، هايبر كوجولابيلتي ستيتس، دراجز. هون انذر جروس سكشن. هذا شنو؟ عندنا هذا الكورونري ارتري. احنا البلد الهارت سبلايد باي كورونري. فهذا عندنا الكروس سكشن اوف ذا هارت اوف ذا كورونري ارتري فورميشن اوف بلاد كلوت ترومبوس وذ كورونري ارتري. ذا دايجنوزز از كورونري ارتري ترومبوسيس. طبعا ون اوف ذا بريدسبوزينج فاكتورز المهمه اللي لازم تعرفها فور ترومبوس فورميشن از اثيروسكليروسيس اللي هو شنو؟ اللي هو تصلب الشرايين اللي هو يرجع مو وين جاي؟ يجي يا اما هايبرتنشن، هايبركوليسترولميا، سموكينج، كل هاي فيتشرز تؤدينا الى الاثيروسكليروسيس. حتى هسه ريسنتلي قال لك ستريس فور لايف ايفنتس يؤدي الى انه اتس ان انفلاماتوري بروسيس الاثيروسكليروسيس. صار عندنا اندوثيليال انجري، صار عندنا ستيسس، ادانا الى كلوت فورميشن وذن ذا كورونري ارتري. من نسد الكورونري ارتري ايش راح يصير؟ مايكارديال انفاكشن. زين هنوك كان الجروس
احنا كنا عم نحكي عن بعدنا شيء بعد ما عملنا البروسيسنج، اخذنا سكشن من الكورونري ارتري هذا اللي صار فيه ترومبس فورميشن، عملنا البروسيسنج بعدة مراحل مر بها، طلع لنا السلايد اندر ذا مايكروسكوب. ايش نشوف؟ اول شيء احنا عندنا هذا الفيسل سراوندد باي ذس فاتي تشو. ايش تشوفون؟ ان البلد فيسل هيومن اوكلودد كومبليتلي ف كروس سكشن the coronary artery showing the thrombus obstructing the whole lumen. When the thrombus had it. أتشوفونه؟ وش أتلاحظون؟ إنه هي attached to the endothelium. ما أكو في space in between. حتى ليش مفرقة عن الإمبولوس مفرقة على الـ anti-mortem from يعني from why تتكوى نتيجة clot of blood after death. مو pathological. Normal. زين؟ فهي هذه الـ thrombus formation attached to the endothelium. بينما هذا كله أتشوفون أشلون بنزاد the thickness of the wall واليومن small يعني صار in diameter وبنفس الوقت أكلون. كل هذه atherosclerotic changes. Inflammation مع cholesterol left مع fibrosis صار عندنا decrease in the diameter مع increase in the thickness of the wall. Atherosclerotic changes. إن شاء الله راح تاخذوها بالcardiovascular. وعملت لنا coronary artery atherosclerosis with superimposed thrombosis. هاي هي الثرومبوسيس. فهوني افتهمتم اش صار باليومن؟ صار عندنا thrombus formation with the atherosclerotic changes. يعني ما ممكن نشوف thrombus اذا ما كان لها goals. مو ماكو thrombus تتكون نشف لوجه الله تعالى. لازم يا atherosclerosis يا stasis يا hypercoagulability status. فأهم نقطة إن إحنا عندنا الثرومبس attached to the wall وهذا thickness كله عبارة عن atherosclerotic changes, hemorrhage, fibrosis. هذول ال spaces هالشكل needle like. هذول عن cholesterol left اللي هي اسمها chronic inflammation. لأنه ال atherosclerosis is part of the inflammation. فعشوفون هاي cholesterol left. هاي dark area, هاي calcification within the wall. Fibrosis وبعدين نكتب هذا هو الادفنتيشيا اللي هي the final layer of the blood vessel. ليش؟ لأنه إحنا the blood vessels lined by endothelium بعدين مصل بعدين الادفنتيشيا اللي هي هاي الفيشيا surrounding the blood vessel. زين microscopically ناخذ الثرومبوس نفسه. الميكروسكوبيكال appearance of the thrombus, the line of that. These lines represent layers of red cells, platelet, fibrin, which are laid down into the vessel in the vessel as the thrombus for diagnosis antimortem thrombosis. هذه اللي هي lines اللي هي RBC laid down على هذه ال pale area اللي هي platelet. الدارك يعني الريد هي RBC وهذول هي platelet معها faint fibrin. دائما الفايبرين ايش كانوا يشوفونه؟ يعني pink smooth. هالشكل مثل الشيء المغشوش. يعني ما بينه outlines راح يكون عبارة عن طبقة هالشكل ومرات منتفي مرات part here بس أهم شيء إنه هو ما بينه outlines زين وليد دان والدتيكلز وهون هي هذه ال RBC بينما في post mortem الثرومبس إيش راح يكون ما بينه lines of that وما attached to the endothelium ما attached to the blood vessel wall زين صارت الثرومبس والبيشنت ما مثلا مو اوكلودين كورونري ارتري او ماين سيلفر الفيلد اوف الثرومبس ايش راح يكون؟ راح تمر بعده مراحل وتنتهي بشغله واحده فاما راح يصير بروباجيشن شنو معناته بروباجيشن؟ تتطور تكبر او راح يصير عندها ريزوليوشن يصير بها يعني سولت وتروح عن طريق البلد وخلاص انتهت أو راح يصير بها organization اللي هي تحول إلى inflammation and fibrosis أو decanalization. شنو decanalization؟ يفتح اليومن within the thrombus حتى يخلي البلد يفوت أو الفاينل one اللي هو embolization. هون ايش عنشوف؟ عنشوف ال organization and the recanalization of the thrombus in these two slides. هون recanalization and here the organization. هون هاي عندنا RBC هوني إلنا fibrosis هوني smooth muscle وهذول dot like هذول inflammatory cells هاي معناتها الorganization حالة resolution of the inflammation تقريبا نفس البيكتشر مشابه. ف
فهولي ريكانالايزيشن هوني اورجانيزيشن اوف ذا ثرومبوس. اوكي سو يا اما بروفوكيشن يا اما راح يصير فيها ديسولوشن اورجانيزيشن ريكانالايزيشن او امبولايزيشن راح تطلع من المكان مالته وتروح على الاذر بارت وهم تسد لنا بلاد فيسل وهم راح تعمل لنا اسكيميا على هذا الاورجان. اوكي زين هسه هوني عندنا هذا البولماري امبوليزم خلصنا من الثرومبوس اللي هي localized to the part where it's formed. The embolus راح تتحول. Pulmonary thromboembolus travels from the large vein in the leg up the inferior vena cava through the right side of the heart and to the main pulmonary arteries as they branch. Such a thrombi embolize most often from large vein in the legs and in the pelvis. من هم الجيبو اللي هم معرضين للpulmonary embolism؟ Smoker. رقم واحد يعني انت DBT اللي عنده DBT الأوفيز ليش البريجنسي لأنه يعمل لنا هايبركولوجينيتي ستيتس بعد كونتراسبشن يس صح بعد اكو ناس كثير مشوفه يعني هسه راح عاملهم معاهم بالسيرجيكال فيلد اللي هي من عندهم فراكشر بالليج عافيه يعني انت وصلتي اللي هي بولون بيدريس اللي هي مصفف عاده هذول يعني سبيشالي ات ريسك اوف بولمونري امبوليزم ليش؟ لانهم ما يتحمل ما يتحركون خاصه بعد العمليه واذا كانت ميجر سيرجري راح يكون ستيسيس اوف بلاد مع هايبركولجيز راح تزداد الفيسكوسيتي اوف بلاد وبالتالي راح يصير عندنا ديب فين ثرومبوسيس هاي الثرومبوسيس تحولت طلعت من فوق على اللاين سدت لنا ارتري من صار عندنا ارتري اوكلوجن صار بلمونري انفكشن حسب السيفيريتي اند النمبر والسايز مال الثرومبوس والامبولاي اذا كانت لارج سدت لي لارج بلاد فيسل فهذه فيتال ما راح يلحقون على البيشنت واذا كان دي سمول راح يجي البيشنت ديسنيا وعما ينطونه الهيبارين ويعملوا له ديسوليوشن فممكن يكون يعني ينجو منها اوكي فهذه هي البلمونري ثرومبو امبولس زين بلمونري ثرومبو امبولس از اوكلودينج ذا مين بلمونري ارتري هون البروس سكشن اوف ذا لاين هذا وين فيت الهايلم المكان اللي يفوت منه البرونكاي والبلمونري تراكت فهون يسد لي المين بلمونري ارتري The patient can experience sudden onset of shortness of breath that may occur within minutes. Diagnosis pulmonary embolus obstructing the main pulmonary artery. أشوفون إشلون أشوف وهي هوني واضحة إنه هي something mobile ما attached to the blood vessel. أتلاحظون إنه أكو space حتى بالبروسن بيني ما منزوقة بالblood vessel. Okay? But it is a pulmonary embolism. Okay, another example, the main pulmonary trunk and pulmonary arteries to the right and to the left one are seen here open to reveal a large saddle embolus, a thromboembolism. Patient with such an embolus will have a high mortality rate. Diagnosis saddle embolus of the main pulmonary trunk. This is the word saddle. تلاحظون ايش قد هي لارج مثل السرج مال الحصان البلمونري ترانك من راح يتفرع على الرايت اند ليفت هو الاوكلوجن حيصير قبل التفرع فبالتالي هاي المكان اللي تكون شويه لارج اريا اند وايت بهاي المكان سدت لي البلاد فيسل فبالتالي اتس فيتال يعني راح يجينا البيشنتس صدر اونسيت اوف شورتنس اوف بريث وديد لانه ما راح يلحقون عليه سدت لي الاكسجين كومبليتلي على الرايت زين مايكروسكوبيكلي ايش نشوف ذا مايكروسكوبيكال ابييرنس اوف ذا بلمونري ثرومبوامبولس ان ا لارج بلمونري ارتري ذير ار انترديجيتينج اريا اوف بيل بينك اند ريد ذات از ذات فورم ذا لاينز اوف زان كاركترستيك اوف ثرومبوس دايجنوستس بلمونري ثرومبوامبولزم يعني لاين اوف زان نشوفها بالامبولس ونشوفها بالثرومبوس لكن شنو الفرق؟ هتشوفون So it is an embolus. Oh, what is it in that valley? Cholesterol. I'm not sure. Here, the section is from where? So
So it is like, هذه هي normal alveoli هي أشوفها المفروض empty. وهون عندنا large pulmonary artery obstructed by an embolus. Okay? The section هذا من اللين لأنه ولا ما بيها شيء لكن المشكلة وين in the pulmonary artery a large embolus obstructing the vessel. زين عندنا مرات شيء اسمه paradoxical embolus هو بيت الفرامل أو هالي هاي normal المفروض ما تصير هاي الحالة لكن أكو patients عندهم still and open between the right and left side of the heart. Okay? المفروض هذه قبل ما يولد الطفل مسدودة الفورامين أوفاري أو shortly after birth. لكن مرات تبقى patent. هسه إن شاء الله راح أعطيك من congenital heart disease راح واحدة من الشغلات اللي congenital heart disease هو patent فورامين أوفاري. زين؟ فpatient إذا كان عنده هو أصلاً congenital heart disease عنده opening through the right and left. هاي الإمبولس راح تعبر هون من الرايت على الليفت ومن الليفت على الرايت حسب ما الدايركشن مال السيركوليشن اللي كان صارت فيسموها بارادوكسيكال يعني نورمالي المفروض ما تعبر من الرايت على الليفت ولا تعبر من الليفت على الرايت بس هون لانه اكو اوبننج فصار عندنا اوبستراكشن اللي هي إمبولس through the patent foramen ovale طبعا كله تو هذا يعني heart opened هذا through the valve يعني ال inner surface of the atrium وهذا ال pulmonary أو ال blood vessel embolus okay هو طبعا من يجي يعني مفتوح الملعب ما شرط مرة ال part foramen ovale تكون مرات asymptomatic okay أبو هو في congenital heart disease ممكن تكون asymptomatic at birth. Example عليها ال VSD. ال ventricular septal defect. ممكن يجي patient يعني يكمل حتى adult life هذاك الوقت يلا يجي عنده symptomatic dyspnea. هو راح يضل shunting of blood. بس اشنو؟ لأنه foramen ovale عادة small in size. وبين ال two atria right and left. فالإفكت مالتها ما بقدر مثلا البيتندكتس ارتريوسس. زين او التيترولوجي افال هذول يجون سيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز البيشنت اول من يجي الطفل بصير عنده سيانوسس او ثرو ذا ايفري دايز اوف لايف بينما هذول النون سيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز ممكن يعبر البيشنت ثرو ذا نيوناتال اند تشايلدهود بيريد اوكي وحتى الادلت مرات البيشنت عافيه من يصير جهد على الهارت راح يصير عنده يعني طلب اكسترا اوكسجين فبالتالي يصير عنده سيمتومز يجون يعملون ايكو ولا انت عندك فتحه بالقلب فممكن يعني البيشنت عنده فتحه بالقلب بس ضل يعني ما بينه كل شيء فهاي بالنسبه للبارادوكسيكال امبولس زين صار عندنا احنا كنا عم نحكي كله على تشينجز وين بالبلد فيسل زين هسه نسند البلد فيسل لانه نشوف الايفكت مالك على الشو فعندنا هذي شنو الكروس سكشن مال اللين فبلمونري انفاركشن ايش عاد تشوفون؟ راح نشوف برودوس باي ا ميديان سايز ترومبو امبوليزم تو ذا لين انفاركشن فورمز ا ويل شيب اريا اند هاز بيجن تو اورجنايز ات ذا مارجن نحن هذا اللين نورمالي كل شيء ما بينه سبونجي ابييرنس لكن ان ذا لور بارت اوف ذا لين سمثينج لايك ويد شيب يعني شنو يعني هكذا مثل المثلث اللي هو البيس ماله يفوق والأوراق ماله داونورد زين وحتكون دارك ريد احنا كم تايب اوف انفاكشن عندنا؟ عندنا الريد وعندنا الوايت زين الريد شنو؟ ريد انسداد الريد اوكي والوايت الارتر وعادة هم مصلي راح يكونون الوايت اكثر مما هم الريد نتيجة الاسكيميا اكو سبيشال سيركمستانسز اللي هو يكون عندنا ريد انفاكشن اكزامبل هوني عندنا لايك اول وحده زين اللايك اول وحده اللي هي عند دول بلد سبلاي يعني اذا سد وان اوف ذا ارتري او فين راح عند بلد سبلاي يغذي له هاي المكان فراح تطلع الانفاكتد اريا ريد ثانيا اذا كانت اوريدي كونجستد اريا وصار بيها انفاكشن فراح تبقى ريد اوكي بينما الوايت اللي هي عاده نورمالي اسكيميا انقطع البلد فيسلز عندنا فراح يكون عندنا النيكروسيس وايت ما راح يكون ميكس وذ ا بلد هاي هي الفكره وراء انه الريد والوايت انفاكشن
فنحن بنلاقي من الاكزامبل على الريد انفاكشن يمليها دول البلد سبلاي حالها للانتستين. فعندك هنا دارك ويت شيك انفاكشن، بينما هون عندنا السبلين تشوفون شلون واضحه انه هو وايت. Okay, infarction of the spleen produced with shaped tail area and caused by obstruction of the spleen artery. زين نجي على الإديمة. شنو هو الإديمة؟ عددنا more than 60% of the body weight هو fluid. فلو يصير عندنا extravasation of fluid into the extracellular spaces راح يصير عندنا accumulation of fluid. طبعا الإديمة في types localized يعني should be localized to certain part of the body أو تكون generalized when the edema is systemic. Example على localized أو the cause مال localized. This was patient starting to localized edema. Yes, my work. Tani, inflammation. Yes, بعد. Yes. فعندكم يعني few examples على localized edema. ليش؟ لأنه أكثر الكيسات اللي نشوفها هي generalized body edema. وعادة من سايت generalized body edema وين ال site of examination for the edema عادة من dependent part اللي هي بالليل وتكون تيتنج عادة اللي هو نخلي إدنا نترك أثر. فهذه هي example على titing edema of the ankle joint. تشوفون هون شلون مكان الدوسي مال هاي نتيجة للكولكشن اوف فلويد ان ذا ديبندنت بارت اوف ذا بودي. هون اكزامبل على الليمفيديما اللي هي نون كوتينج ايديما اوف ذا ليج. فلارج يعني لارج ايديما يونيلاترال فهاي اتس نوت جنرالايز ات از لوكالايز. صار عندنا ليمفاتيك انفلاميشن اند اوبستركشن عملت لي هل ليمف ايديما ان ذا ليج. زين هسه تعدنا الكيس ديسكشن. اوكي